السادة المشاهدين، بعد قليل أنتم على موعد مع الجزء الثاني من الحوار الذي أجريناه مع السيد علي العريض. مشاهدة طيبة. سيدي علي، بدنا نرجع فقط الى موضوع الهويه العربيه الاسلاميه. احنا في احرق اوقات تاريخنا وقت الاستعمار، معنا لم نفقد هويتنا العربيه الاسلاميه، فكيف يخشى عليها اليوم وعندنا حبيت او كرهنا في النظام اللي يحكم فينا اليوم، رجعي استبدادي، فهو نظام معنا نبع من المجتمع، مش نبع مش زي بيته امريكا ولا فرنسا. فكيف الخشية عن الهوية العربية الإسلامية في وقت اللي كل شيء عندنا صنع محلي، حتى النظام صنع محلي، بينما لم تكن خشية وقت الاستعمار. وقت الاستعمار فما ناس معنا من أحفادكم من أجدادكم اللي كان يفتوا التجنس وقت الاستعمار، منين جت الخشية هذه؟ أولا سمحني، ما كانوش أجدادنا يفتوا الاستعمار، كانوا حتى الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله وهو أحد رموز تونس في تاريخها وصاحب كتاب التحرير والتنوير الشهير، تفسير التحرير وصاحب الفتوى في التجنس، وهذه الفتوى هذه المسمى فتوى كتبت عليها كتب تؤكد أنه لم يكن كذلك، لم يقل هذا الكلام المنسوب إليه. وعلى كل حال جهاده وجهاد ابنه معروف، وقد قدموا الكثير ونذكرهم بخير. طيب علاش وقتها ما صارتش الثائرة وقالوا هاو الهوية العربية الإسلامية معناها مهددة واليوم صارت مهددة؟ الذين قادوا وكانوا وقود المعارك ضد المستعمر تعرفهم بماذا وقعت تعبئتهم من خلال قادة الحركة الوطنية، ولماذا هبوا للدفاع عن تونس. لا شك أنه أهم عنصر يمثل ضمانة ويمثل قوة تعبئة قوية ويمثل لنا ضمانة ضد غوائل الدهر التي لا ندري ما يمكن أن يقع فيها هو هويتنا العربية الإسلامية، لأنه آخر معقل من معاقل. إيش عندك أنت مضيف في الهوية العربية الإسلامية؟ أوجيك أنا ملي حليت عيني نعرف نفسي عربي ومسلم. نعم. إيش عندك مضيف لي؟ نعم. الهوية العربية الإسلامية هي نحن مش طرحين على أساس أنها باش تندثر، وإلا هو محاولة النيل منها كثيرة. فيه اللي الآن ما ثم حتى من لم يعد يتحمل هذين الاسمين، العروبه والاسلام، فيه الان موجود. انا في تونس، انا اعرف ان احارب اشباح. لا احارب واقع، احارب واقع موجود في اكثر من موقع، تجده احيانا في مواقع تعليم، تجده احيانا في مواقع ثقافه، تجده في مواقع سياسيه، ثم بعد هذا ومعه. نعم. معناها لماذا تمنع، لماذا يمنع تيار ما دام ما فيش مشكل، لماذا يمنع تيار يريد ان يعطي او من اهم بصماته إعلاء قيمة الهوية العربية الإسلامية؟ لماذا يمنع؟ هو إذا كان الموضوع كما تقول منع أي تيار بما فيه تيار النهضة فهو منع الظلم وباطل. هذا حسب رأيي. لكن الموضوع مش هذا الموضوع، معناه كلمة حق أريد بها باطل، معناه وكأنما أنا إنسان يساري علماني ومتشبث بالهوية العربية الإسلامية يمكن أكثر منك أنت، لأنه أنا ماخذها عن قناعة وعن اعتقاد ولم أضعها موضع الشك في طول حياتي، لكن مش بستعملها كراية نستخدم فيها الناس، لأنه هذه تنفسها في رواية مثل متنفس الهواء، مولود ابن عن جد عربي ومسلم، ما عنديش موضع. كما واحد تقول الفرنساوي تقول بلاي تعال انت حافظ على هويتك الفرنساويه، يقول لك علي بو فرفوار، ماش عندي من حافظ، انا فرنساوي ابن عن جد، تكلم فرنساويه، عايش في فرنسا، ايش عندك مضيف انت يعني هذه الهويه العربيه الاسلاميه؟ لا، الموضوع في تونس ليس بهذا الشكل. الموضوع في تونس انه فيه مقاربات مختلفه
لمقتضيات الهوية العربية الإسلامية، وهذا الناس أحرار فيه. والتيار النهضوي حينما يطرح مقاربته لا يدعي أن الممثل الشرعي والوحيد، وإنما اللي صادر له في حقه هو اللي إما يحب يكره الناس على رأي واحد، وإلا أنه ما ينطلقش ما يحترمش هذه الهوية العربية الإسلامية، ويزعجه أن يوجد من يدافع عنها. وبالتالي الموضوع اللي مطروح هو أن المقاربات المطروحة في هذه بالنسبة لبعض التيارات في موضوع الهوية العربية الإسلامية فيها بعض التباينات والتفاوت، وتستفيد من بعضها لو تركت لها الحرية، وربما تقاربت وانحصرت الخلافات في زوايا وفي مواضيع قليلة، وصار التنافس على برامج وبدائل بدلا من أن تصبح قضايا ربما تصل أحيانا إلى العقائد، أو قضايا حول قضايا جوهرية مثل الهوية العربية الإسلامية. لماذا؟ لأنه ثم حصار. فاللي نطلبه به احنا شنو؟ اللي نطلبه هو الحرية، حرية المقاربات، حوارها مع بعضها، تنافسها مع بعضها، تدافعها مع بعضها في مختلف المجالات. والمعدل العام الذي يحصل في المجتمع بين كل تلك المقاربات هو الذي يضمن له استقراره وتطوره الطبيعي المتناسب معه. ولذلك اللي قاعد يقع هو محاصرة طرف، كما قلت لك الأربع اتجاهات موجودة في البلد، وثلاثة منها موجودين رغم وجود أحزاب ممنوعة، و تيار واحد يقمع ويحاصر، ومعناها يحاصر من السلطة ويحاصر حتى من بعض الأطراف التي في تقديري، أنا في تقديري من لا يعترف بهذا التيار بحق هذا التيار، التيار النهضوي، إما أنه ينطلق من فهم وحيد للهوية العربية الإسلامية وبالتالي يريد أن يكره الآخرين عليها، وإما أنه ينطلق مخالف لها ويزعجه أن يوجد هذا التيار، وإلا أنه معادي لقيام الديمقراطية، معنى مشكلته مع الديمقراطية مش مع التيار النهضوي، وإلا أنه عنده مكاسب ومصالح أي لا يساعده أي نفس تغييري يقرب الناس من العدالة الاجتماعية ومن تساوي الفرص. أستاذ، مهما كانت منطلقات حركة النهضة، أنا شخصيا أعتبرها منطلقات رجعية، لكن أنت تونسي أبن عن جد، من حقك أن تكون لك منطلقات رجعية، من حقك أن تدافع عليها. مثلا الفرنساويين عندهم الفرون ناسيونال، ما تصورش أنه تجي حكومة من الحكومات الفرنساوية تقول باش نحل الفرون ناسيونال، بينما أنت تعرف أن الفرون ناسيونال شو منطلقاته، جان دارك والمسيحية، ومعنى نفس تقريبا اللي عندكم أنتم، معنى نفس الشيء، وإن كان أنتم أكثر شوية أكثر من الفرن ناسيونال، لأنه في الدين فما احتمال تأويل أنه تقتل المرتد وتنهى عن المنكر وتعمر بالمعروف، وهذا ليس له حدود. مش حدود، أنت مثلا أنت تعتقد في صحة كل الأحاديث النبوية ومستعد تطبقها كلها في إطار دولة إسلامية، هيك ولا لا؟ تقول لا، على شو؟ أنا هي الأحاديث اللي تعتبرها غير تعتبرها كلها صحيحة ولا؟ أولا سمعني، يعني مداخلتك فيها كثير من الشيء. نحن لسنا مثل الفرون ناسيونال الفرنسي، هذه كل حضارة لها مفرزات، أي لا مفرز لها إفرازات، نحن إفراز من إفرازات هذا الشعب، يعني مولود شرعي لهذا الشعب. كل حركة سياسية، نحن حركة سياسية وفكرية وثقافية، معناها مناش حركة فعلا اللي هي جاية ردة فعل على حاجة بسيطة، نحن حركة سياسية اجتماعية ثقافية، وبالتالي نحن لازم المجتمع ما يفرز حركة وما يبقى يغذي فيها وما تبقى موجودة وما تبقى مبررة، كان لازم تلبي حاجة من حاجات هذا المجتمع، إما حاجاته المادية أو حاجاته المعنوية. ونحن في تقديري مبرر وجود الحركة الإسلامية التونسية هو موجودة في حاجات المجتمع المادية وفي حاجاته المعنوية، هذا أولا. ثانيا، نحن نطالب بالحرية والديمقراطية. هذا هدفنا الرئيسي. نحن شوف، يعني إذا كان ولا بد أن نتكلم على مسارات التيارات الفكرية، فإنه أنا أعتبر أنه تيارات كثيرة
قومية والتيارات يسارية متى دخلت الديمقراطية إلى هذه التيارات؟ حديثاً. كلمة الديمقراطية حديثاً. هذه كانت كلمة برجوازية عندها يعني تعتبر رجعي وتعتبر منحرف من ينطق بها. طيب يعني نحن هذه الحركة التي من عام 81 تنادي بالديمقراطية وتقول المشروعية مشروعية الشعب، السلطة تستمد مشروعيتها من الشعب. سمع. في بيانها الرئيسي. نعم. ومن ذلك التاريخ وهي تنظر وتجذر رؤاها وتؤصلها في الحضارة من المراجع الإسلامية من الآيات والأحاديث التي الحديث الصحيحة ومن الفترات المضيئة في التاريخ الإسلامي. يعني هذه الحركة تحكم عليها بأنها حركة لا ديمقراطية أو رجعية، بينما الحركات التي ابتدأت البارحة معنا في القيام بنقد ذاتي أو في إدخال جرعة من الديمقراطية تسميها حركات ديمقراطية. إذا كان ولا بد من الحديث على الحركات اللاديمقراطية وأن الحركات العربية الإسلامية هي في جزء منها متطفلة على الديمقراطية، يعني جاية جديدة على الديمقراطية، فنعم الديمقراطية في بعد من أبعادها الجديد هو نتيجة لحركة الأنوار وللحداثة ولهذه القيم الجديدة التي لم نتشربها تشربا كاملا في منطقتنا العربية الإسلامية، ويتساوي وفي هذا الليبرالي والقومي والإسلامي ومن باب أولى وأحرى اليساري، وبالتالي هي صيرورة، فلا بد أن ننظر إلى الأمور في صيرورتها ومآلاتها والمراجعات التي قامت بها الحركات الإسلامية، ولا ننظر إلى حالة من الحالات الاستثنائية. وعلى فكرة أنا موافق في شيء واحد. نعم. شيء واحد، أن كلنا قناعات ديمقراطية كلها مكتسبة وليست موروثة. كلنا. أنا لم أقل هذا ولكن كتوانسة مكتسبة. اليوم مثلاً مش فقط شبهات على حركة النهضة فقط. اليوم واحد يجي من الحركات اليسارية ويقول أنا أطالب بالديمقراطية مرحلياً وبديكتاتورية البروليتاريا استراتيجياً، يقول الإنسان مكتديمقراطي. معنى مثلاً مش فقط تعني أو تخص حركة النهضة فقط. وكما قلنا في الأول، الغرض الرئيسي من الحوار هو التوضيح فقط. علي عريض يعبر عن رأيه وأنا اللي يهمني هو التوضيح. أنت معناها من متعاطفين مع حركة النهضة ومسؤول سابقا، تعتبر الأحاديث النبوية صحيحة ولا؟ الأحاديث النبوية كما حددها العلماء فيها تفاصيل. نعم. فيها الموضوع تماما، وهذا أصلا لا يسمى حديث نبوي. نعم. وفيها المشكوك فيه، وفيها يعني ما بين صفر وواحد. نعم. ثم لانفينية حتى تصل إلى درجة الصحة. نعم. ودرجة الصحة هذه أيضا. نعم. فيها مراتب، لأن كلمتها مصطلح حينما يقولوا هذا حديث صحيح مش معناها أيقنوا يقينا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله هو بذلك. عندك الحديث علماء الحديث فيها شأن طيب. الحديث اللي يقول والمرتد فاقتلوه، هذه ما فماش حديث كيفك. نعم. ما فماش حديث كيفك. فما حديث شو أقرأ للطالبي. نعم. أقرأ الطالبي. طيب. نعم. أقرأ الطالبي اللي نعم. من اللي مستند لهذا الحديث. نعم. ويقول هذا الحديث. هذا الحديث مستند إلى مسلم والبخاري في نفس الوقت. نعم. أتنقل لك. طيب يعني هو في حديث. حبي يجيب كتاب الطالب. لا جيبك أنا عارف الموضوع. أي. هذا والحديث والحدود وكذا كل. يعني الحديث الذي تشير إليه. نعم. هو حديث منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما معناه أو يكاد يكون كلامه من ارتد عن دينه فاقتلوه. نعم. طيب هو. هذا فيه تفسير متعددة. نعم. التفسير الغالب عند علماء المسلمين المعاصرين. نعم. ما هو؟ أنه هذا الحديث لا يتحدث على إكراه الشخص، وإنما لا يتحدث على التغيير الإرادي من الشخص، لا يتحدث عن الشخص الذي كان إذا ارتد عن دينه حمل السلاح، هو حامل السلاح ضد المسلمين. في ذلك الوقت عندما كان يوجد جيشان، جيش للمسلمين الذين يدافعون عن وجودهم وجيش للمشركين المقابلين،
هذا الحديث جاء في سياق أنه من خرج من هنا وذهب إلى ذاك أي ارتد عن دينه صار مش سامحني تو الحديث صار صحيح والدليل على سامح الحديث صار صحيح تو لا صح رتبته صحيح سامح سامح نعم. رتبته بتاع الصحة أي. أنا لا أفتي فيها أنا نعم. لست عالم دين ولا عالم حديث مسلم والبخاري حتى هو لا نعم. هو ليس مضمون وأنت ليس مضمون مش الأول هذا موجود. هذا علماء المسلمين إيش قال نعم. لا ما وأنت قلت بصيغة أخرى قلت لا مش هكاك هذا علماء المسلمين إيش قالوا إحنا تو صار حديث نعم. حديث فكري هو ديني لكن كما قلت لك هذا كيف توفق بين هذا وحرية المعتقد اللي هي أنا ذكرت لك أنا ذكرت لك من أعطيني الآن جيشان متقابلان وواحد يخرج من هذا الجيش إلى الآخر ما هو حكمه سمحني أنت اللهم إذا أنت تؤوله يعني أنت تكره التأويل أنا قلت يعني نحن نعتمد علماء المسلمين ولا نعتمد آراءنا الشخصية سمحني يا أستاذ الشيخ الباز نعم والشيخ القرضاوي نعم. وقت اللي أرسلوا رسالة إلى بورقيبة نعم. اتهموها فيها بالكفر وبالردة نعم. انتم شو موقفكم من هذا أنا ما عنديش علم أنا ليس لي علم في الحقيقة بمن أرسل رسالة لكن الشيخ الباز اللي انتم في كل مؤتمر حركة النهضة يعني يذكروه بخير من أجداد الحركة النهضة لا لا لا, لا 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 أنا لا أذكر أنا حضرت كل مؤتمرات النهضة حينما كنت وترأس أغلبها حينما كنت المؤتمر الأخير لايحة طيب. المؤتمر الأخير طيب. يذكرون بخير وبترحم على الشيخ الباز سمحني نعم. نحن نترحم على كل المشايخ نعم. ونترحم على كل الذين هم ليسوا مشايخ نعم. وأن يكون ولكل إلا بورقيبة غير مشكلة أنا أترحم على كل الميتين سمعني لا خليني فهم أنا لا أحمل أنا لا يفرحني وأبدا وأقشعر أن أفكر في أن يكون واحد في جهنم مشكلتي مع إنسان ما دام حيا يمثل عرقلة إنما سمعني لا. إنما بعد أن يموت آمل له الخير وربي يرحمه وإن شاء الله ما يتعذبش لأنه ما عادش مشكلة يودي كلهم ناحية قل لي أنت ترحم على بورقيبة ولا أنا بهذه الطريقة لا أجيبك أنا قلت لك كلهم بدون استثناء هل تقول بورقيبة ولا أرحمه لا أنا وإذا كان أنا كل ميت أقول هل تقول بورقيبة الله يرحمه وقول غيره لا يرحمه الله يرحمه بورقيبة عنديش مشكلة عنديش مشكلتي مع الأموات كل من ميت إن شاء الله ربي يرحمه ويجازيه بأعماله لأنه أنا مشكلتي مش أن أنتقم منها في الآخرة أنا مشكلتي أنه تتنحى العقبات في هذه الحياة من شعبتها وحتى كيف يتنحى زمان وحتى كيف يتنحى واحد ما تقعدش عندي ضغينة أنا ما أنت كنت في السجن نعم. ما تذكرش أنه الشيخ راشد حفظه الله في الجزيرة في قناة الجزيرة قالوا هل تترحم على بورقيبة قال لهم لا أترحم على بورقيبة تلقى شوف أنا أولا أنا منش ما تقرأني باسم الشيخ راشد في القضية يعني ما نعرفش في نفس الحركة أنا أما ما نعرفش السياقات يعني ما وشوف السياقات اللي يجي فيها ربما كانتش بطريقة استفزازية وشيء من هذا القبيل وغيره ولكن الشيخ راشد فيما أعلمه لا يحمل حقدا على الموت لا أعتقد أن قناة الجزيرة لا يحمل حقدا لا أدري لا أظن على كل حال في كل الأحوال نعم. أنا لا أحمل حقدا على الموتى ويهمني وحتى على الأحياء مشكلتي مع أعمالهم مش مع أشخاصهم بذاتهم مشكلتي نعم. بالتالي حين ما تتنحل المشكلة ما عندي مع مشكلة مع أحد عفوا أنا كنت أتحدث على أنا قلت لا أكراها في الدين نعم. نحن لا هذه ممزوجة لأن كل واحد يقول لا أكراها في الدين لكن ما عندكش الحق تفطر في رمضان ما عندكش الحق تنحي الفلارة نتاعك ما عندكش الحق كذا هذه ممزوجة جدا ما أكراها في الدين لكن كذا يعني أنا عايش في مجتمع نعم. وعايش في عائلة وأقاربي بناتي وإخواتي وإخواني وكذا بالنسبة لحركة النهضة الذي أعرفه جيد وأنا متأكد من هذا فهمت لا تكره أحدا على شيء
أكره الناس ما تكره هذا بما الفرق على رجليهم ويديهم لمنعهم من ما يسميه التعري. لم تكره أحدا ولن تكره ولن تكره أحدا. ولكن العلماء حينما ينطقوا بشيء، الشيخ الباز وإلا غيره من كل العلماء حينما ينطقوا برأيهم واجتهادهم، نحن لا نصادر رأيا، وإنما نناقش الآراء ونرد بما نقدر أننا أنه أقرب للوفاء إلى الواقع والوفاء إلى مقاصد الدين. وفي تقديرنا أنه الجمع بين هذين، الوفاء لمقاصد الدين والوفاء إلى مقتضيات العصر، هذا معناها جوهر الموضوع. ولا نكره أحد، نحن مكرهين، نحن يقع إكراهنا الآن على أن ما نعطوش رأينا، وعلى أن رأينا بالسيف يلزم يكون كذا، وعلى أول النساء اللي قلت تعرجت على منشور 108 هذا الذي يكره المرأة على أن لا تلبس ما تريد إلى آخره اعتقادا أو كذا. نحن لا نكره أحد. على كل حال أنا جوهر مشروعي كما ذكرت لك مشروع ديمقراطي لا إكراه فيه، ولكن السيادة فيه للشعب. المشاريع تناقش بتضمن لكل الأطراف، كبيرة صغيرة جمعية تيار سياسي يضمن له أن يعبر عن آراءه أن يبلورها، والحراك داخل المجتمع هو الذي يفرز بشكل تدريجي. حبينا نتجاوز طبعاً كل التيارات السياسية ما فيها حركة نهضة كلها تناظم من أجل إرساء نظام ديمقراطي، لكن هذا طبعاً ما هوش غرض في حد ذاته، هذا مرحلة من المراحل. وأنا حابين نمشيوا لأكثر من أنه مثلا حركة نهضة طرف في هيئة 12 أكتوبر، عيد 12 أكتوبر، فما ناس يقولوا هذه أي فقط العمل المشترك من أجل اكتساب حقوق المواطنة، وفما ناس يقولوا لا، هذه هيكل تحالف استراتيجي. على أي أساس نجم تقول هذا معنى هيكل عمل مشترك مؤقت لاكتساب الحقوق المشتركة، أو هيكل تحالف استراتيجي يعتمد على منطلقات حركة النهضة؟ وحركة النهضة طبعا معنى مش ممكن محتمل مش علي العريض لأنه ما عنده صفة حتى يتستر، تعرفين تقريبا ثم يعني نوعت حركة نهضة بازدواجية اللغة وبالتقية بلا آخره، كل هذا مثلا الادعاء الرسمي أهل الحب الديمقراطية، تفضل الديمقراطية عندك حق فيه، أما بعده تتحب. أولا أنا أختلف معك قليلا في كلمة تكررت في مداخلات أكثر مرة والمتمثلة في أنه الديمقراطية كمرحلة أنا أعتبر أن الديمقراطية هي في ذاتها هدف اليوم. صحيح اليوم لا اليوم. هي في ذاتها هدف مستمر، بل أن الديمقراطية نظرا أنها ليست قرار سياسي فقط، بل الأهم منها هو أن يتشرب المجتمع قيمها وتقنياتها ويحافظ عليها. الديمقراطية قد يبقى جيل أو جيلين يبنيانها ولا تكتمل إلا في جيل ثالث ويحافظ عليها ويطورها. مش بالضرورة عفوا أصدرها في خلال 30 سنة. طيب هذا جيل لأن الموضوع ليس، لأن القرار السياسي رغم الاستبداد هو الأسرع هو الأسهل، لكن التغيير الثقافي، تغيير الوعي وتغيير الأعراف والتقاليد، وأن تصبح الديمقراطية ليست فقط منافسات انتخابية، بل ديمقراطية اجتماعية في علاقات الناس ببعضها في المؤسسة في العائلة في كذا، هذا يحتاج إلى جهود تربوية طويلة. فالديمقراطية هي في حد ذاتها هدف ومقصد، وأنا قلت لك أنه يكفي أن حزب من الأحزاب يجعل كينونته مربوط، هدفه جوهره مربوط بهذه القضية، فهي صالحة لأن تكون برنامج لحزب. ثانيا الديمقراطية هي مدخل ومنطلق لمعالجة بقية القضايا، قضايانا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، بحيث عندها يمكن فعلا أن تتفتق الطاقات المجمدة الآن الخائفة الآن، ويصير الحراك وتصير البرامج، وفعلا تولي
ما بين بالنقد الذاتي وبحوار الأفكار وحوار المشاريع وتسليط الضوء على نقاط الفساد أو نقاط أو نقاط التخلف أو نقاط الحيف الاجتماعي أو الاقتصادي إلى آخره، تقع المعالجة. فالديمقراطية من هذه الناحية هي منطلق، هي شرط ومنطلق لمعالجة بقية مشاكلنا. ثالثا، ثم 18 أكتوبر التي ذكرتها التي أتيت عليه، هذا التعاون الذي حصل بين مجموعة من الأحزاب ومجموعة من الجمعيات ومجموعة من الشخصيات الوطنية في المجالات الحقوقية وغيرها، هو تحالف تجمعه أرضية جوهرية كبرى، هي تكاد تكون روح الديمقراطية. تجمعه حرية المطالبة بحرية التنظم، يطالب بإصلاحات جوهرية تجمعها كلمة حرية التنظم، حرية التعبير، وحرية المساجين والعفو التشريع العام. هذه حقوق المواطن. نعم، هذه حقوق المواطنة وحقوق وجوهر من جوهر الديمقراطية، لأنه إذا توفر حرية التعبير وحرية لا أنا ذكرت لك هذه الأرضية التي قامت عليه، ثم بعد ذلك وطرحت على نفسها أن تواصل حوارها فيما هو أوسع من ذلك، من مثل بعض القضايا ذات الطابع الفكري أو قضايا الهوية العربية الإسلامية، لتنظر ما إذا كان فعلا يمكن أن تكون لها أرضية أوسع من هذا. فأفقها مفتوح، واقعها هو أنها مجتمعة على تلك القضايا الثلاث، وهي قضايا رئيسية في بلادنا، وأفقها مفتوح على ما هو أوسع من ذلك من القضايا بحسب تطور الحوار وتطور التجربة وتطور التعارف، وبحسب قدرتها على مجمل المعوقات التي تعترضها لا سيما من خارجها باعتبار الضغوط المسلطة عليها أحزابا وأفرادا وجمعيات. أستاذ، فقد نرجع لنقطة واحدة، تقول أنه الديمقراطية هدف في حد ذاتها. لا أعتقد، أنت إنسان عملت بالحقل السياسي وطلعت وشفت التاريخ البشري، أنه لو فرضنا اليوم على الديمقراطية بيجوا الناس اللي أنا تعاطف معهم، يقولوا تحبوا أنتم، يقولوا نحب العدالة الاجتماعية، نحب مثلا كذا، نحب القضاء على الفقر، القضاء على الحقرة متاع المواطنين كذا، باش يجيو السي علي العريض يقول اش تحب انت، يقول نحب جمهورية إسلامية. الديمقراطية تعقد، شبقى خلينا نحاولوا نكون واضحين، واللي يقبل يقبل، ما يقبلش ما يقبلش. ما عندكش داعي للتقية والتستر. أنا أولا ما عندي داعي للتقية والتستر، وأنا واضح. نعم. وواضح، وأنا لا أشعر بأي ازدواجية في هذه القضايا. وكما كنت أشرت في البداية، صحيح الفكر الإسلامي ما زالت قدامه عقبات ومشكلات ونقاط غموض، وليس سهلا أنه بسرعة فعلا هي كل الأطروحات في هذا الزلزال الذي حصل في العشرية الأخرى، يعني اضطرت أن تقوم بمراجعات وأن تغير وتسدد. الفكر الإسلامي نفسه يجري يجاري يلاحق، ولكن ما زال ما وصلش إلى أنه فعلا يصبح صاحب مبادرة بشكل كبير وإجاباته واضحة في كل شيء، ولكن يتطور بسرعة. وبصفة عامة، الأفكار التي لم تعد لها قدرة على ملاحقة الواقع وعلى الاستجابة له ستنتفي بشكل تدريجي. هذا كيف في البناء الاجتماعية والثقافية، يعني تصبح تاريخ، تصبح تراث. فسواء يعني ممكن واحد يقدم أطروحات لا تتماشى مع هذا العصر، سواء تحت عنوان الصراع الطبقي ولا تحت عنوان الإسلام اللي ذكرته، يعني ولكن يعني هذا التمسك بالأشياء التي ليست لها قدرة على أن تتعايش في هذا العصر، يعني هو تمسك إلى شيء آيل إلى زوال. فأنت تتمسك بفكر وتستلهم من حضارتك ومن إسلامك ومن مكتسبات الإنسانية وتجاربها وثوراتها التي أعطت معناها حققت نتائج كبيرة، تستلم منها كلها ما تستطيع به أن تعيش في هذا العصر. أما إذا كان باش تشد في حاجة قديمة جدا من أي إيديولوجية كانت، قديمة جدا الموضوع هو حب السلام. إذا أنت اندرج في موضوع الاستلهام، نعم، تولي أول شيء على أي أساس تستند؟ قلنا محمد طالبي يقول وقت اللي توفى الرسول كان تقريبا 650 حديث مؤكدين موثقين، اليوم وصلنا 65 ألف
حديث. شكون باش يقرر كم حديث يعتمد وكم حديث يلغى؟ هذا من ناحية. ناحية ثانية، القرآن هو العنصر الثابت في الدين احنا. شكون باش يقوله؟ انت شفت لقضية ثانوية، فقط ثانوية، تلقى على الأقل اثنين أئمة محترمين، الاثنين، واحد يقول جنسه واحد يقول مجنسوش. شوف انت في جواز الافطار في رمضان، ما لقينا الامام الميري ما جاء افتى فيه، والاخرين قال الشيخ خليل رحمه الله قال لا حرام، والميري قال حلال. معناها انت تفتح باب الحرب الاهليه المستديمه والدائمه، لانه اولا احصاء ما يمكن اعتماده غير ممكن، وثانيا الاتفاق على تأويل أي ثابت غير ممكن، وثالثا لا يمكن استنباط من ما يرجع إلى 14 قرن إلى ما هو لاحق ب 14 قرن. هذه فاستنباط معناها الاستنباط أو الاستلهام من ديننا يا حبذا لو ممكن. يا حبذا يعني 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 انت يعني مستحيل. يعني احنا الحقيقه كنا في 18 اكتوبر، لكن رجعنا الى هذا الموضوع نتاع الاستلهام من الدين. هو نحن ما قدمناش خيارات كثيره، نحن متفقين في انه نحن شعب عربي مسلم. متفقين. المواطن التونسي في تقديرنا ماذا يريد؟ المواطن التونسي يريد شيئين، هذا في تقديرنا احنا وبناء عليه. نعم. المواطن التونسي يريد أن يعيش منسجما مندمجا في عصره وفي هويته، أي أن لا يشعر بانفصام، بانكسار، أن لا يشعر بانفصام أنه يجب عليه ليكون في العصر أن يضحي بدينه، أو إذا أخذ دينه أن يضحي بوجوده في العصر. سمعني سمعني، نحن نريد الاثنين معا، وقادرين باش نوفروا الاثنين معا. ما يشعرش بانفصام وقت اللي يلبس فولار حجاب، لا معرفة لأمه وجدته به إطلاقا، لا ما يشعرش بانفصام. ما هو الثقافة التي الثقافة التي ستنشرها؟ نعم. والتربية التي ستربي عليها. نعم. من خلال التعليم والثقافة وكل أدوات التكوين. نعم. هذه إما أنك تكرس فيه نظرة دونية لكل ماضيه ونظرة كبيرة لعصره، وفي هذه الحالة يصبح يشعر بانفصام، وإما أنك تقدم له غذاء فيه أنه مربوط بالرحيق بخلاصة ذلك الماضي بما فيه من إشعاع، باعتباره عايش هو الحجاب في إشعاع وبمتطلبات العصر. لماذا تريد أن تضحي بجزء منه؟ ثم أنت التونسيون. نعم. الآن. نعم. هل يريدون أن يضحوا بدينهم مقابل العصر، ولا بالعصر مقابل الدين؟ هم يريدون أن يجمعوا بين الاثنين. تمام. فكل أطروحة. تمام. تريد أن تتخلى عن الدين، وهذا مشكلتنا نحن. نعم. التيار الإسلامي، أنه أحيانا واحد بيجي فين نتحدثوا على الدين، نريد أن نقدم مضمونا يماشي العصر ويناسب هذا العصر ويجعلك تعيش مرتاح في دينك وفي عصرك. هذا الجهد الكبير والتحدي الكبير أمام العلماء والمفكرين والمثقفين التونسيين وغيرهم. واحد يجيب جرة قلم يقول لا باش نرتاح من هذه المشكلة، يرتاح بقصة نفسه ويقول نقصي الدين وهالموضوع هذا نقصيه ونعيشه في عصرنا، هذا لا يحل المشكلة. هذا يمكن اختيار فردي، كفردي يختار لنفسه ما يريد. هو يريد إذا كان قادرا على ذلك في مستوى ذلك يريد أن يتخلص من الدين ولا يمارس، هذا شيء يعني. لكن نحن مشغولين بالهم التونسي العام، بهم المجتمع، ونريد أن نفكر في قضاياه وفي قدو وفي رغبته، وليس نريد أن نفكر في حل مشكلة شخص يحلها يقول، لأنه حل بأن يتخلص من الدين ويقل تحييد الدين عن أن يتدخل في أي شيء. ولكن نحن نريد التوفيق بين هذين المعطيين. هذه الطريقة. نعم. هذه الطريقة معنا المنطق اللي تفضلت به. يعني أفضل ناس وفقوا بين الدين والدنيا. نعم. هم الطالبان أفضل الناس عندك أنت هكا تراها هكا. لا منطقيا يعني إذا نوصل كلامك إلى منتهى. نعم. إلى منتهى. نعم. التوفيق بين الدين والدنيا. نعم. هو من أقصى هو الطالبان. هذا تقييمك أنت، أنا أعتبرهم معناها بعيدين كثيرا جدا جدا عن هذا التوفيق الذي أطرحه، لأنه أنا
القيم الأساسية للحداثة بما هي مساواة وعدل وحرية وديمقراطية وتداول على السلطة وتدافع وتسامح كلها هذه أريد أن أحافظ عليها. العفو سامحني أنا مش مختص في الدين، لكن الديمقراطية لم توجد إطلاقا في الإسلام والمساواة لم يوجد إطلاقا في الإسلام، فشو هذا يتسمى ديمقراطية؟ وين شفت ديمقراطية في الإسلام؟ وين شفت مساواة في الإسلام؟ وين هذا السؤال هو وين شفت لا مساواة ولا ديمقراطية؟ كانك تحكي على الدين، العلماء الدين تكلموا، يعني نحن كيف باش نتحدث؟ ما لازم لا مساواة، يعني نقول لك وين لا مساواة؟ يعني سامحني نقول لك وين لا مساواة؟ تقول الراجل خذ أربع نساء والمرأة تاخذ خذ أربع رجال، هذه عدم مساواة، هذه عدم مساواة. أنا جيناها. طيب شوف في هالقضايا اللي متعلقة بالدين، معناه من حق الإنسان أن يعطي وجهة نظر، ولكن أيضا أن يستمع وينظر إلى أيضا المختصين من رجال القانون والفقه والعلم وعلماء الاجتماع وغيره كذا، باش تتكون له رؤية مكتملة في هذه القضية. أنا أخشى أن يطول بنا الحوار. فقط عن هذه علماء المسلمين المعاصرين، أطروحاتنا نحن في حركة النهضة كلها تؤكد على تجذير قيم لحظة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الفكر الإسلامي، إذا ما توجدت في نصوصه تتوجد في مقاصده. فهمت؟ وشكون اللي أولها؟ نعم؟ شكون اللي أولها؟ اللي أولها هو أنا وأنت وعالم الإسلام ورجل الثقافة. إذا ما اتفقناش عملنا؟ كل في كل شيء نجم نرتب. إذا ما اتفقناش عملنا؟ إذا ما اتفقناش نترك الحوار يستمر والمواطنون يرتقي الوعي متاعهم، وفي كل مرة مش وعي. كيف ما في الاقتصاد تأويل الدين مش وعي. كان نعم. وعي طبعا مش وعي طبعًا. إذا أنا مثلا إذا نتحاور أنا مع علي العريض عن مصلحة البلاد، يقول لي هذه مصلحة البلاد، يقول له لا في رأيي أنا هذا أحسن وهذا أحسن، يمكن نلقاو حل وسط. أنا كنت حاور أنا وعامر علي العريض عن تأويل آية سورة البقرة، كيفاش أولا أنا غير قادر على تأويلها، وثانيا قداش من واحد في المجتمع نتاعنا قادرين على تأويل هذه آيات هذه السورة؟ أول موضوع إدارة شؤون المجتمع ماهيش قائمة على تأويل آيات من الذكر الحكيم دائما، لا، إدارة شؤون المجتمع بصفة عامة قائمة على جهد العقل والواقع. لحظة وإنما الدين عنده مقاصد. وقت اللي يقول زعيم حركة النهضة حتى في النص الأخير عن عن المرأة يقول فالأصل هو الإباحة إلى أن يأتي النص المقيد، معناها الاجتهاد مع النص. فأنا مجال لازم هذا في كل مجلس. لا قلت فأنا مجال المرأة والحريات معناها أنا أستطيع أن أتحدث معك ضمن وعي الديني الحاصل، ثقافة الدينية كما ثقافتك أنت الدينية في هذا الموضوع، وأنه في موضوع عندك علال الفاسي سياسي وعالم أيضا، الشيخ محمد عبده عالم دين كبير مصلح من المصلحين الكبار وغيرهم من الشيوخ، والشيخ طاهر بن عاشور اللي هو زيتوني تونسي عالم من أعلام، هم ايش يقولوا في موضوع التعدد اللي ذكرته كمثال، وليس وهذا الكلام أنا مثال. لا لحظة، وأنا أريد هذا الكلام ليس على معنى أنه الالتزام به، وإنما حبيت أقول لك لتار التنوع. يقولوا في موضوع التعدد جوهر علال الفاسي يمنعه تماما للمصلحة العامة، يقول يجب منعه. الشيخ محمد عبده يمنعه بصفة عامة ويقول إلا حالة استثنائية تقدر أنه ثم ضمانات رئيسية. لحظة الشيخ الطاهر بن عاشور يقول أنه الإباحة موجودة، ولكن للحاكم أي لولي الأمر، يقصد للهيئة الاجتماعية الممثلة الحقيقية للشعب واللي تقدر مصلحته، أن تمنعه
اذا قدرت انه ينجر عليه فساد تمنعه منعا عاما. وبالتالي سمعا وبالتالي الاراء سمعا ما هو على مجموع المئات والالاف مش مهم العدد المهم انه المهم. ممثلي الشعب من بعد طيب انت ما قلت كده سمعني عاد سمعني لحظه سمعني لا سمعني لحظه سمعني لحظه لا لا ما يكونوش أيمة. ممثلي الشعب من بعد في اي قضيه كيف ما القضيه الاقتصاديه القضيه القانونيه القضيه الاجتماعيه الممثلين المنتخبين من الشعب انتخابا حرا ديمقراطيا واضحا هذوما يجوا كل قضيه يدرسوها يستعينوا فيها برجل القانون في مجال القانون برجل الاقتصاد برجل الطب في مجال الطب في مجال الصحه كل اختصاص يستعينوا كما يريدون والقرار يجب ان يكون للمجتمع من خلال ممثليه فرجل الدين رجل الدين لا يلزمك بشيء أنت ممكن تقتنع به لأنك تثق فيه أو تثق في رأيه وأمانته فتقتنع به لكن أنا إذا ما اقتنعت شيء اقتنعت غير أنت بغيره فلا وصاية على أحد لا وصاية على الرأي كل كل نائب مجلس الأمة لازم يكون عنده مستشار ديني من قال هذا من قال هذا ألم أقول أطلقا هذا أنت تقولني أنت تقولني أنا قلت لك هذا لماذا تقولني ما لم أقول يستعين رجل يهديك ما تقولنيش ما لم أقول أنا قلت لك يستعين ما قلت لك يستعين ما قلت لكش أنا قلت لك كل قضية تطرح قدامه يستعين فيها بمن يريد يستعين بالطبيب يستعين بالاقتصاد يستعين برجل الدين يستعين برجل القانون يستعين بمن يريد موافق للدين كيفاش نثبت ان قانون موافق للدين خلي الهيئه الاجتماعيه ما انت ما عندك ثقه في كون المجتمع يفرز من خير طاقاته في الهيئات التمثيليه نتاعو هما كيف يجتمعوا وما عليهمش ضغط باش يطبقوا ما يقعش اكراههم على حاجه سيعرفون المنهجيه السليمه اما هما يقرروا القرار السليم واللي يعرفوا بمن يستعينوا بالفلاح والصانع والمهندس مش فلاح هي اول سوره البقره كل حاجه ماشي الفلاح ماهوش مطلوب وان كان هو قريب البعض هو علاش هو باش ماشي خرج تفسير القران الكريم هو باش خرج تفسير هو باش يعالجوا الفلاحه والصناعه والتجاره وباش يعملوا قوانين حبيت نقول لك استاذ لا حبيت نقول لك لا تذهب الى تاويل القران حبيت نقول لك حاجه داير الحاجه حبيت نقولها لك قالها واحد من رجال الدين قبلي انا اللي هو ابراهيم صروش اللي هو معناها كان من كوادر الثوره الايرانيه واللي قال في الأخير أن الانصياع لمبادئ الإسلام المثلى هو يرجع اليوم إلى تطبيق تعاليم ميثاق الوطن ميثاق الدولي لحقوق الإنسان بعد ما شارك في الثورة الإيرانية وبعد ما كذا وبعد ما هو رجع نفسه كيف جاء قال الآن تطبيق الإسلام هو تطبيق الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. حبيت أقول لك حاجة واحدة كون أنت إذا كنت تحب تطبق العدالة عند الإسلام والديمقراطية عند الإسلام ما أنت باش تطبق علينا أفظع ديكتاتورية وأفظع عدم مساواة في تاريخنا المعاصر والمقبل. لأنه يعني قلت لك إنه الإسلام ما نص عليه صراحة ليس عدالة وليست مساواة وأن تاريخ المسلمين للأسف الشديد لم ينتج ولا أي حاكم على سمح بالتداول إلى يومنا هذا يا سيدي إلى يومنا هذا يا سيدي يعني أنت يعني أصدرت حكمك القاسي على الإسلام ولا كذلك لكن أنا أقول لك أنه رواد الحركة الإسلامية اللي قدموا لتو ناخذ واحد منهم برك رئيس حركة النهضة أش يقول أنه كل حقوق الإنسان وكل القيم الديمقراطية وكل وتقنيات الديمقراطية كلها لا يمكن إلا أن تجد موقعا مناسبا لها داخل الإسلام إما في نصوصه وإلا في مقاصده واضح. بالتالي نحن ما عندناش مشكله مع كل ما هو جدير في ذاته. وبعدين الحداثه اللي نتحدث عليها اسس الحداثه قوتها قوه يعني هي تيار عام لن يقف امامه شيء لانه قوتها قوه هذه القيم من منطقيتها من بداهتها مما يجنيه منها المواطن الفرد والمجتمع في مجموعه في علاقاته من خير واستقرار وتقدم ووئام. وبالتالي لا يمكن ان نرفض هذه الاشياء لان الدين مش جاي نص
على ما يجب فعله في كل حاجة. الدين جاي يحدد في مقاصد قبل كل شيء، ويحدد في ضوابط وفي أداب وفي هدي وفي داخل، وبعد ذلك الحكمة تأخذها حيث أن وجدتها. ثم هذه الحداثة اللي توا في جزء كبير منها بالنسبة لنا جاية من الغرب، أو ابتكرها الغرب، تقدم بها الغرب، يجي وقت القدام إن شاء الله تعيشوا ونعيشوا، يجي وقت القدام نحن ما عادش نشعر أنه هذه القيم أصلها غربي، كما اللباس هذا اللباس، هل ما زلت تشعر أنه هو أصله فرنجي كما يقول هذا اللباس؟ لا، نحن نتطور وننسى جنسية الحاجة الخيرة، تنسى جنسيتها ويأخذها الشخص ويأخذها المجتمع، يوطنها في داخله فينبتها فتصبح شجرة فيه. ولذلك نحن كل القيم الجميلة، كل القيم الخير، كل القيم متاع التقدم والمساواة، لا الرجعية ولا المضوية، كلها معناها مغمضين عينينا ناخذوها ونحن منسجمين تماما مع مقاصد ديننا. والخلافات، ولعلمك الخلافات راهي جزئيات فقهية، ولم تقف عائقا، ماهيش باش تقف عائق على المواضيع الفقهية. وبعدين وبعدين فقط حاجة واحدة فقط، هي أن المجتمع نعطوه فرصة باش يتحرك بحرية، وباش كفاءاته تظهر، لأن الحرية هي اللي تحد من الغلو في أي اتجاه كان، وهي التي تبدع، وهي اللي تحافظ على المبدعين، وهي التي تدفع بالمصلحين ومعناها المناضلين إلى الأمام. أما إذا كان ثم إكراه من أي شيء باسم الدين، ولا باسم الديمقراطية، ولا باسم العدالة الاجتماعية، إكراه، ولا محاولة قيادة الناس للجنة بالسلاسة، جنة البروليتاريا ولا جنة رأس الليبرالية والرأسمالية بلا حدود، فهذيك أعرف اللي أنا واخذين في الطريق الغالط تماما، ونضيع في وقتنا وفي جهدنا بدلا من نربح الوقت والجهد. هذا في رأي الله. شكرا أخي علي العريض. شوف، من ناحية تقديم الأفكار العامة، طبعا تقريبا وصلنا إلى منتهى الجسم، فأنا اقترح عليك أن تختم أنت الحوار، لأن أنت الضيف، وأنه إذا أنت موافق معناها نشاركوك في الحوارات المختصة عن موضوع معين إلى آخره. إذا عندك أي إضافة أخرى تفضل، أنت الضيف، أنت تفضل يعني الكلمة الأخيرة. أنا أشكرك على إتاحتي هذه الفرصة وعلى هذا الحوار الحي والساخن، بارك الله فيك وبارك الله في القناة الحوار. فيما يتعلق بمشاركتي في حوارات مختصة، إذا المحاور التي يمكن أن أشارك فيها وآنس في نفسي أن أضيف فيها أو أقدم فيها ما يفيد، فأنا دائما على استعداد. وأما إذا قضايا ربما ليس لي فيها أي باع، فبطبيعة الحال حبيت أكد مرة أخرى بأن القناة تحاول وتسعى أن تكون تعددية وتمثل كل الطيارات السياسية التونسية. يعني قلت مرة أخرى أن طموحي أن النهضويين والسلطة وكل الناس يشاركوا ويتحاوروا كتوانسة بين بعضهم، وشخصيا أحجز مكان لكل الطيارات، واللي ما يقبلش ما يقبلش. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. ومش معناها أنه معناها الناس نتحاور معهم أقرب إلي من الناس نتحاورش معهم، لكن الناس نتحاور معهم أنه هذو أبناء بلدي وعندهم الحق حتى في الخطأ، طالما الخطأ لا يؤدي إلى الأضرار بالغير فعندهم الحق في الخطأ. كلما اتسع الحوار واستمر، كلما اتسعت المشتركات وفهمت الناس بعضها بعضا بشكل أدق، وردمت فجوة من الاختلافات وأرصدت التاريخ اللي هي ما تخدمش مستقبلنا. شكرا وإن شاء الله يمناسبة أخرى. بارك الله فيك عايش.